ايه يا ريهام يا حبيبتي، مالك خايفه من ايه؟ اصل انا ما بحبش الحقن. لا انت لازم تاخدي الحقن، عشان دي شويه تحاليل لازم تعمليها عشان نطمن عليكي، ولا انت مش عايزه تخفي ولا ايه؟ اخف؟ هو انا ينفع اخف؟ اه طبعا اه طبعا هتخفي وهتبقي زي الفل، بس هنعمل شويه حاجات عشان تخفي وتخرجي من هنا، صح؟ لازم نعملك شويه تحاليل عشان نطمن عليكي. وعلى فكره انت حاولت تنتحري قبل كده والكاميرات شافتك، بس احنا الحمد لله لولا ستر ربنا ولحقناكي كنت روحت مننا، ودلوقتي لما نعمل لك تحاليل ونلاقيكي كويسه هتبقي زي الفل وترتاحي خالص. بجد؟ يعني انا ينفع اخرج من هنا والعب مع اختي تاني؟ اه طبعا. يا عنتر يا عنتر، يلا خدها عشان تعمل لها التحاليل. يلا خدني يا عنتر. ايوه يا سعاده الباشا، لا كله تمام، والطلبيه سلمها لك في ميعادها. مع السلامه. على فين يا دكتور؟ عايز اقابل الدكتور. لا مش فاضي هو دلوقتي. احسن لك دخلني. انا بقول لك الدكتور مش فاضي. قول له ان انا عايزاه ضروري. اتفضلي. ايه يا اكرم؟ ما هي عامله ايه مع فهمي؟ لا بجد والله لزاز. طب باي باي دلوقتي. فندم بعد اذن حضرتك انا عايزه اعرف ريهام فين. ريهام مين؟ انت سمعتني كويس؟ والله المستشفى فيها 200 حاله ما بين الخاص والمجاني، لو عندك اي استفسار قولي لي عليه وانا ابعته. انا عندي استفسارات كتير، من اسبوع فريده اختفت ودلوقتي ريهام. والله انا ما عنديش علم بالموضوع، لو كده نسال شؤون المرضى بكره وبقول لك عملوا ايه. وليه ما تسالهمش دلوقتي؟ دكتوره مريم انت بقيتي مننا وعلينا، لو في اي حاجه قلقاكي قولي لي. فيه المرضى متوترين وبيقولوا كلام غريب. كلام غريب زي ايه؟ اكتر من واحده من قسم المجاني بيخرجوا. طب ما يخرجوا، ولا انت عايزاهم يفضلوا عيانين؟ ما هو انا بس. انت بتشتغلي ايه هنا؟ طبيبه تحت التمرين. طب ما تخليكي في شغلك. ما هو ده شغلي حضرتك. لا انا اللي اقول شغلك ومش شغلك، اصل انت مش جايه تراقبينا. حضرتك انا مش براقب حد. لا بتراقبي وبتتدخلي في اللي مالكيش فيه. اسمعي بقى. لا اسمعني انت بقى، انا حلفت زيك هنا ان انا حافظ على العيانين. انت قلت ايه؟ بقول لك اطلعي بره. يا عنتر خد الدكتوره وطلعها بره. اهلا يا اغبية. خير بس يا باشا؟ البت اللي قلت لي عليها ماتت؟ ما ماتتش.